والاشتراطات الطبيه، احنا طبعا تم عمل دليل للاجراءات والاشتراطات الطبيه، وده موجود دلوقتي مع كل انديه، والدليل ده بيشمل كل الاليات وكل الاشتراطات المطلوبه من كل نادي. النهارده الحقيقه كان في اجتماع مطول مع لجنه المسابقات والاداره الفنيه دكتور محمود سعد والكابتن حسام الزناتي عشان نحط كل السيناريوهات داخل الملعب، مين اللي هيبقى متواجد داخل الملعب، الاعداد قد ايه، حركه الناس هتبقى ازاي داخل الملعب، وناخد كل الاجراءات الاحتياطيه اللازمه. رجعنا الحقيقه الملف الطبي، وفي بعض الاقتراحات تم عرضها من لجنه المسابقات واللجنه الفنيه، اتكلمنا برضو عن الحكام والاجراءات اللي هيتم عملها بالنسبه للحكام قبل المباريات، وكلمنا عن الاعلام وتنسيق وجود الاعلاميين في المباراه اذا كانوا صحفيين او مصورين فوتوغرافيا او البث التلفزيوني. الحقيقه كل الحاجات دي حطينا ليها تنظيمات وهتعلن ان شاء الله في وقتها، لكن احنا بنراجعها وبنصيغها بالصوره اللي ان شاء الله تبقى يعني محققه كل الاجراءات اللازمه. هو في اجراءات طبيه وفي اجراءات تنظيميه وفي اجراءات عامه واشتراطات عامه. احنا الوضع اللي احنا فيه ده وضع متفرد ووضع يعني استثنائي العالم كله، لازم الناس كلها اولا تطبق الاشتراطات العامه، ويمكن الدوله ووزاره الصحه بتدعو هذه الاشتراطات تدعو ليها طول الوقت، لازم التباعد، لازم ارتداء الماسكات، لازم الاهتمام بالنظافه الشخصيه، اتيكيت العطس والكحه والكلام ده كله، ما نبقاش متواجد في اماكن فيها تجمعات كبيره، الاحتفالات الكلام ده كله. فدي اجراءات او اشتراطات عامه الدوله كلها بتطبقها عشان تقلل انتقال العدوى من شخص لشخص. تيجي تاني بقى اجراءات تنظيميه داخل الملاعب، لان الملاعب احنا عايزين ناكد على عدم التزاحم، يبقى في مسافات بين اللاعبين كويسه، باستثناء اللاعبين والحكام اللي داخل الملعب كل الناس تبقى مرتديه ماسكات، مفيش طبعا جماهير، مفيش اطفال صغيرين اللي هم بيدخلوا مع اللعيبه، مفيش احتفاليات، مفيش تصوير وتجمعات قبل المباريات او بعد المباريات او بعد الاهداف او ما شابه ذلك. كل دي اجراءات حطيناها بالتفصيل، يبقى غرف الملابس تبقى متسعه، يفضل طبعا عدم التواجد داخل غرف الملابس او اي غرف مغلقه، المرور اثناء في طنل اللعيبه او اللي هو ممر اللاعبين بيبقى بالتبادل فريق اول وبعد كده فريق الثاني، مسافات بين الفرق، كل الحاجات دي احنا بنقولها للناس وبندربهم عليها وبنديهم يعني الاستاذ حسام بيعمل مانيوال دلوقتي فيديو كمان مصور بحيث يعرف الناس بكل الاجراءات دي، ان احنا قبل المباريات بنعمل فحص ومسحه لكل اللاعبين وكل المشاركين داخل المستطيل الاخضر، ده طبعا اهميته ان احنا بنؤكد على المتواجدين داخل المستطيل الاخضر كلهم عينات سلبيه، كلهم لا يحملوا الميكروب.